أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا في برنامج دائرة الحدث. كما تعودتم في هذا البرنامج نحلل ونناقش وربما نتوقع بناء على معطيات سياسية بعض السيناريوهات في المدى المنظور أو المتوسط. دعوني في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو لهذا اليوم الأستاذ نبيل عمر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. تحياتي أبو طارق. أهلا يا أميرة، أهلا بك. كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش. نسمع. نستهل هذه الجولة بأبرز ما جاء بالصفحة الأولى من الصحف المحلية ومع القدس التي عنونت استشهاد الأسير عرفات جرادات أثناء التحقيق في سجن مجدو، وقراقع يقول إسرائيل لن تتمكن من خداع العالم وإخفاء التعذيب. وفي عنوان آخر اللجنة المركزية تؤكد تمسكها بعزام الأحمد ممثلا للحركة في لقاءات المصالحة، وفصائل في المنظمة ترفض تكريس الانقسام وتوتير الأجواء على الساحة الفلسطينية. إلى صحيفة الأيام السيد الرئيس يقول وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الطريق لاستئناف المفاوضات. والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يؤكد حق فلسطين في المشاركة الكاملة في المؤتمرات الدولية بصفة دولة. من الحياة الجديدة نقرأ 7 أسرى ينضمون للمضربين عن الطعام، والنرويج تقدم مساعدة عاجلة للسلطة. ننتقل إلى أهم الصحف العربية ومن الأردن نبدأ ومع جريدة الدستور 106 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ ما قبل أوسلو. إلى صحيفة الغد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف يقول الهبة الجماهيرية ستتطور لانتفاضة ثالثة. ومن صحيفة الخليج الإماراتية الاحتلال ومستوطنوه يصاعدون العدوان والعربدة في الضفة الغربية. ومع الأهرام المصرية تعديل موعد انتخابات النواب استجابة لرغبة الأقباط وعصيان مدني بالتحرير ومتظاهرو بورسعيد يقولون الجيش والشعب يد واحدة. إلى أهم ما جاء بالصحف العربية الصادرة في لندن ومع الشرق الأوسط المشادة بين الأحمد والدويك تعيد لغة الاتهامات بين فتح وحماس. ومن صحيفة القدس العربي جمعية مغربية تطالب بوقف التطبيع المغربي مع إسرائيل. نصل إلى أهم ما جاء بالصحف الإسرائيلية ومع صحيفة يدعوت أحرنوت رئيس الأركان يصدر أوامر لقادة الجيش بالاستعداد لتطورات خطيرة. أما صحيفة معرف فعنونت 3000 أسير يضربون اليوم عن الطعام وتخوف من تدهور الأوضاع. ومن صحيفة هارتس هدف وزير الخارجية الأمريكي اتفاق سلام حتى انتهاء ولايته. وختاما بقراءة لأهم عناوين الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست الأمريكية بدء تدفق الأسلحة الثقيلة من خارج سوريا إلى المعارضة. أما نيويورك تايمز تشكيل البرلمان سيحقق الاستقرار لمصر. وأخيرا من الجارديان البريطانية طلاب أكسفورد يصوتون على مقترح لمقاطعة إسرائيل. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ نبيل عمر. أبو طارق دعنا نبدأ بخبر استشهاد الأسير عرفات جرادات أثناء التحقيق في سجون الإسرائيلية. على وقع هذا الخبر خرجت المسيرات، وأيضا من قبلها كانت يعني إن صح التعبير النهضة الشعبية واضحة للعيان تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام. والآن التوقعات الإسرائيلية بأن تطورات ميدانية خطيرة على الأبواب، حتى أننا سمعنا بأن بنيامين نتنياهو يطالب بتهدئة الأوضاع مع في عبر إرساله لمولخو في رسالة واضحة إلى القيادة الفلسطينية، وأنه قال أيضا بأنه سيقوم بتزويد السلطة بأموال الخاصة بعائدات الضريبية عن شهر يناير كانون الثاني. معنى هذا الكلام من ناحية حراك على المستوى السياسي مع الجانب الإسرائيلي، ومن ناحية حراك شعبي باتجاه انتفاضة ثالثة، ما هو السيناريو المتوقع؟ وهل وضع إطار واضح لهذه النهضة الشعبية مطلوب في الفترة الحالية؟ أولا دعينا نعبر عن حزننا الشديد لاستشهاد هذا الشاب الجميل الذي هو في مقتبل العمر بين أيدي المحققين الإسرائيليين. لم يعد مهما كما يقولون الكشف الطبي، هل هذا الشاب قتل أو أنه مات بفعل سكتة قلبية، هذا لم يعد مهما ولا يجب أن يكون لنا أي التفاتة نحو هذا الموضوع. ولا نغرق هذا التفاصيل. شاب قتل في التحقيق، وبالتالي هذه جريمة
يجب أن تحاسب عليها القيادة الإسرائيلية حسابا دوليا. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا بستغرب أن السيد بنيامين نتنياهو ما زال يتصرف مع الفلسطينيين كأنهم أصحاب حادث شغب في مدرسة، يرسل لهم الشرطة ويسكتون، أحيانا يرسل لهم بعض الحلوى فيسكتون. قضية الشعب الفلسطيني ليست هكذا. قضية الشعب الفلسطيني يجب أن تحل حلا سياسيا يرضى عنه الشعب الفلسطيني، وإلا لا أستطيع أن أقول أن هنالك انتفاضة قادمة، ولكن أستطيع أن أؤكد أن الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال حتى الآن لم ولن يتوقف عن مقاومة الاحتلال. هذا وضع بديهي وطبيعي. وإذا كان لدى نتنياهو أوهام بأن أموال السلطة إذا بعثها بانتظام أو حجبها، أو أنه يطالب القيادة الفلسطينية بعدم إطلاق انتفاضة ثالثة، إذا كان يعتقد أنه بهذه الطرق يمكن أن يوفر الأمن لإسرائيل أو يوفر الاستقرار حتى للشرق الأوسط، في اعتقادي أنه يتشاطر أكثر من اللازم وهو يدفع ثمن شطارته حتى في إسرائيل. يعني نتنياهو اليوم ليس هو نتنياهو قبل سنتين على سبيل المثال. أنا تقديري أن استشهاد الشاب عرفات جردات وإضراب العيساوي وإضراب أيمن الشراوني وسبعة آخرين انضموا وثلاثة آلاف أسير والذين انضموا، هذه جبهة فتحت لن تتوقف ولن تغلق. ونحن يكون معنا في هذه الحقب المطلق. العالم يحترم الجوع عندما ينتفضون من أجل حريتهم، يحترم الشعب الفلسطيني الذي يقاتل بالأيدي العارية من أجل أن ينتزع حقوقه. في 138 دولة اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في دولة بالشرطة وبشوية فلوس. نتنياهو بده يلغي ورجع عجلة التاريخ إلى الوراء. أنا في اعتقادي أن الفترة القادمة لا تحتاج إلى استنتاجات للسيناريوهات. السيناريو القادم إما أن يبدأ في عملية سياسية جدية يقتنع بها الفلسطينيون ويراهنون عليها ويقبلون بنتائجها، وإلا سيظل الوضع كما نراه الآن ويتكرر سنة سنتين أشهر دون أن يتوقف العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال. طيب يعني على المستوى السياسي يا إما تسوية يا إما أو بكل الأحوال النضال الشعبي مستمر 100%. طيب قدوم أوباما إلى المنطقة في الزيارة المرتقبة، ما قاله كيري أيضا مؤخرا، جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي قال بأنه أو تعهد بأنه في نهاية ولاية أوباما سيكون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقد وصلا إلى تسوية سياسية يعني تنهي الصراع. إلى أي مدى نحن كفلسطينيين يمكن أن نعول على ما سيأتي به أوباما أو ما يحرك به مياها طالت وهي راكدة؟ نعم. على المسيرة السياسية. نعم. في وقت خذلنا في الولاية الأولى. طيب خلينا نتحدث بصورة نسبية وليس بصورة نعم أو لا أو الأبيض والأسود. نعم. أولا هنالك عامل إيجابي قوي في إعلان وزير الخارجية كيري والذي تحدث باسم الرئيس أوباما بأن القضية الفلسطينية التي اعتراها الغبار لفترة طويلة وهي في الأرشيف منذ أنابولس حتى الآن وهي غير مطروحة، حتى وصل الأمر بنا إلى الحد اللي قيادة السلطة الوطنية صارت تقول أنه أنا بدأ أحل السلطة لأن الأمر الوجودة. وصلنا إلى حالة من التراجع والتدهور على صعيد القضية الفلسطينية غير مسبوقة في التاريخ. كويس أنه الآن كيري يقول بدنا نحل هذه القضية، كويس يقول بدنا نفتح هذا الملف، كويس يجي أوباما وعلى رأس جدول أعماله الحديث عن القضية الفلسطينية وإيجاد حل. كل هذه أنا بسجلها في دارة الإيجاب. خلينا نكون موضوعيين وخلينا نكون متفاعلين، لكن التعويل شيء آخر. لهذا أنا بعتبر أنه جون كيري وأوباما رسموا سكة معينة، يجب أن يوضع قطار على هذه السكة يوصل الفلسطينيين إلى المحطة المأمولة. أنا بديش فقط مجرد تحريك القضية، هو إيجابي مجرد تحريك القضية بعد نسيان، ولكن إذا تم تحريك القضية فقط يكون أوباما قد أخطأ للمرة الثانية. المرة الأولى عندما أصعد كثيرين فوق الشجرة وتخلى عنهم، المرة الثانية أنا أخشى أنه هو يصعد فوق الشجرة أيضا
ويفقد مصداقيته في الشرق الأوسط. طريقة أوباما في الفترة السابقة كانت طريقة ترفع الأسقف ولا تفعل شيئا. لذلك النتيجة إيش؟ أنه خسر كل أصدقائه دفعة واحدة، أو كل أصدقاء أمريكا، سواء على مستوى الحكام أو على مستوى القوى الأخرى. كل هذول الآن تنقسموا لقسمين، قسم لا يثق بأمريكا، وقسم يعتقد أنها وإن كانت تريد شيئا فهي عاجزة عن تحقيقه، وهذه مسألة على أوباما أن يتداركها في زيارته القادمة. طيب، إسرائيل أو بنيامين نتنياهو يحاول اللعب على الأجندة الأمريكية في هذه الزيارة، يا إما يعني من خلال الإعلام يقال بأن الملف النووي والملف السوري ثم مسألة استئناف المفاوضات ستكون هي أجندة الولايات المتحدة في هذه الزيارة، بينما نحن الفلسطينيون ماذا لدينا لنفرض على هذه الأجندة، من سواء الحديث عن التصعيد الميداني، التضامن مع الأسرى، نضال الأسرى في السجون الإسرائيلية، كيف يمكن استخدام أيضا هذا الملف لفرض ما تريد القيادة الفلسطينية من الدور الأمريكي؟ شوف، كلمة فرض كثير ثقيلة، يعني حد حيصدقنا إذا قلنا أنه لدينا ما يمكن أن نفرضه على الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن لدينا موقف ومنطق وأوراق. وخليني أشوف أوراقنا اللي هي كلمة السر لاستقرار المنطقة. هاي هي الورقة الفلسطينية الرئيسية. لا عندنا سلاح، لا عندنا اقتصاد نضغط فيه، عندنا استقرار الشرق الأوسط دون أن يكون هنالك حل القضية الفلسطينية. كل يوم حيطلع شيء جديد قد يعيد الأمور إلى الصفر. يدرك ذلك الأمريكان؟ حاول الإسرائيليين أن يقنعوا الأمريكان أنه لا، الفلسطينيين ما عادوش هم الأساس. لا، الأمريكان جايين وعندهم يقين أنه إذا بدهم يعملوا إعادة نفوذ جدي في الشرق الأوسط يجب أن يبدأوا بحل موضوعي للقضية الفلسطينية، يرضي العرب والمسلمين ويرضي العالم أيضا. ومش ناسين الأمريكان أنه 138 دولة في العالم بتأيد قيام دولي، ليش بدهم يضلهم إلى حلهم خارج السرب؟ أنا لا أقول أنهم سيأتوا لتأييد الدولة أو لفرض الدولة، ولكن هذه ورقة في إيدنا علينا أن نوظفها بشكل جيد. الموضوع الثاني أنه بتحدث أوباما نتنياهو من ناسي وضعه، يعني بتحدث كما لو أنه صاحب القرار في واشنطن، وهو الأمر ليس كذلك للسبب التالي. هو خش معركة كسر عظم مع أوباما واستعراض عضلات، واستخدم الكونغرس معه، وفي الانتخابات كان نفسه يروح يلف على الولايات يجمع أصوات ضد، كان يعني ما ضلش إلا هاي. النتيجة إيش كانت؟ النتيجة مش بس نجاح أوباما، وحصول أوباما على الغالبية الكبرى من أصوات اليهود داخل الولايات 70% المتحدة. صحيح منهم. طيب إيش يعني هذا؟ يعني أنه هزم نتنياهو أمام أوباما في المعادلة الأمريكية. الآن لو جرت الانتخابات كما تقول استطلاعات الرأي داخل إسرائيل، حيتراجع نتنياهو وليبرمان ربما إلى النص، بذلك بيكونوا قد صاروا أقلية، بجوز لبيد في الانتخابات القادمة مع البيت الإسرائيلي هو اللي شكل الحكومة بحكم طيب. أنه حجم أكثر. الوضع هذا بيحتم على أوباما اللي المتحرر من قيود الولاية الثانية، هلا صاروا الولاية الثانية، الضغوط اليهودية، ما أعتقدش أنه بعد هذا الكاس الكاسح من التصويت لو طلب من إسرائيل. بس الكونغرس قادرين أنهم يعملوا لها. ماشي ماشي، أنا معك، ما هي صراع هذا. يعني الكونغرس كان موقفه قوي لأنه كان وضع أوباما ملتبس. إنما الآن لما أوباما ينجح ويأخذ أصوات اليهود ويطرح مبادرة سلمية للشرق الأوسط، الكونغرس ليش حيقول له لا؟ الكونغرس بيقول له لا لو يعلن العداء لإسرائيل. إنما يقول أنا من شان الأمن والاستقرار ومن شان إسرائيل عم بطرح حل سياسي، حيلاقي نص المجتمع الإسرائيلي يؤيده في ذلك. فهو الآن أمام اختبار مصداقية وأمام اختبار قدرة على العمل. طيب، في الجانب الإسرائيلي في تساؤل مطروح أنه هل سيستطيع بنيامين نتنياهو في ضوء يعني التحالف بنت لبيد في تشكيل الحكومة أو ضد الدخول في الحكومة ضمن شروط معينة لا يستطيع أن يلبيها بنيامين نتنياهو، ضمن كمان الصفقة اللي أجراها مع تيبي ليفني، والحديث أيضا بأنه مفاز على الطريق حزب الليكود، كيف سيكون شكل الزيارة والمحادثات إن كما يقول البعض بأنه بنيامين نتنياهو قد يشكل حكومة مؤقتة فقد لاستقبال أوباما،
آخرين يقولوا بأنه قد يفشل وقد لا يستطيع تشكيل هذه الحكومة. في أكثر من سيناريو على هذا الصعيد. كيف سيكون مخرجات هذه الزيارة إن كان الوضع الإسرائيلي غير مستقر حتى مفهوم. تلك أولاً الوضع الإسرائيلي هو غير مستقر بهذه الزيارة وبدون هذه الزيارة. صحيح. يمكن يكون في تخطيط الرئيس أوباما وجون كيري وهو زعيم من زعماء الولايات، مش مجرد وزير خارجية، هذا هذا شوية أصوات كان صار رئيس في الولايات المتحدة، بيقولوش من فراغ بدنا نركز على الشرق الأوسط بدنا نخلص حل في فترة أوباما. خلينا نأخذ 50% من هذا الكلام بصورة جدية. المراقبين بيقولوا إنه في احتمال أن تكون زيارة وضع الأسقف، إنه يا حكومة إسرائيل سواء كنت يمينية أو كنت يسارية، حاجة الولايات المتحدة إلى الاستقرار في الشرق الأوسط تتطلب سياسات تختلف عن سياسات نتنياهو. وتذكرين الأمريكان ضربوا دبوس في بالون نتنياهو أثناء الانتخابات وأثر، رجعوا لورا كتير لما أوباما سرب عنه. صحيح. لأحد صحفيين وقال إنه نتنياهو حيعزل إسرائيل بسياسته ويسوقها نحو الهاوية ولا نفى ولا قال ما قلتش. صحيح. ولا عدل اللغة. إذن هو كان قال ذلك، لكن في لياقة دبلوماسية بتخليه ما يعلنش هذا من البيت الأبيض بشكل رسمي، فصار تسريب أقوى مقصود. من النص زي ما بقوله. فبالتالي بدنا نضع كل هذه المعطيات قدامنا. عم تقولي لي إحنا الفلسطينيين شو عنا أوراق؟ عنا الاستقرار، بس بدنا أداء سياسي أقوى من الحالي. أنا من وجهة نظري بدنا تحالفات ننشطها، بدنا نشرك العرب جميعا في الحملة السياسية القادمة. العرب عندهم المبادرة العربية للسلام. أنا كنت أستغرب لما كان حد يقول لازم نسحبها عن الطاولة. نسحبها وين؟ أنت الآن واضعها وتسكرت خانة كبيرة لما كان إسرائيل تقول العرب أصلا ما عندهم مش موقف من السلام، عندهم مواقف إعلامية. أنت قدمت مبادرة حتى حجج إسرائيل في مسألة إيران. طب ما إيران موقعة كمان على هاي المبادرة العربية للسلام. تمام. وبالتالي يعني تتحصل إسرائيل على سلام. أميرة هي رصيد لنا هذه المبادرة. ما بدارش أنا كل مبادرة لم تتحقق إن تطلعها من التداول. فيش شيء تحقق فيه على الصعيد الفلسطيني، إذا نطلع كل شيء برا. في ناس بيقول لك طب ما زبطتش معنا لازم نحل السلطة ونمشيها. كل هذا لا معنى له، لا سياسي ولا واقعي. المعنى الصحيح أنه أنت وقعتك أنه موجود في منطقة فيها نفوذ إسرائيلي كاسح، فيها عجز عربي واضح، كل شيء صعب فيها. إذا بدنا نتقدم متر لقدام قعدنا 50 سنة لقدرنا نأخذ 1%. وبالتالي يجب أن تدار المعركة السياسية بصبر وبحنكة وبأكبر قدر من التحالفات الإقليمية والدولية. طب هنا السؤال المركزي في هذه الخانة يكون طيب المصالحة الفلسطينية أين من كل ذلك؟ يعني عندما تريد أن تدير معركة على هذا الحجم وبالطلب أنه يكون في تحالفات عربية، كان المفروض أنه الكيان الفلسطيني يكون متوحد، وبالتالي حتى أوراق الضغط العربي، لأنه بعض الدول العربية تلعب على وتر الانقسام أيضا، لأنه هي أيضا منقسمة على ذاتها. كيف سيكون الحال بعد أن وصلنا بعد آخر ندوة تمت في مبنى منظمة التحرير؟ مناكفات أعادتنا إلى مربع أول من إحباط شعبي، من أنه يعني حركة حماس بتتمحك، حركة فتح بتتمحك، وبالتالي وإنت قلت في إحدى كتاباتك على الفيسبوك بأنه الفشل أو الإيحاء بالنجاح هو أسوأ من الفشل نفسه. هذا صحيح. وخلينا نحط الأمور بصراحة. مش الندوة اللي حكيت عنها هي اللي غيرت الوضع على المستوى الإعلامي. على الأقل عادت المناكفات من بعدها. الوضع يعني أصلا مش ناضج لمصالحة. وفي ناس حابب يوري أنه بنجح وناجح وأموره ماشي والمحادثات تمام، وين أخوان والقبل يعني بالألاف. شفناه هذا المشهد. تعرف ليش أنا حزين؟ أنه مشهد كهذا يتكرر 4 سنوات ولازلنا بالراهن أنه ممكن أن ينجح في يوم من الأيام. لا، مش حينجح. ولا القضية قضية ندوة ولا مناكفات. قضية حسابات. قضية حسابات. الحسابات التي تقود حركة حماس أن رهانها على الربيع العربي اللي أنا بعتبره أصبح ملتبس جدا ستؤدي إلى تقوية أوراق الإسلام السياسي في المنطقة ككل، وهذا رهان سياسي مشروع لكن بده تدقيق. في تقديري يجب أن ينظر للأمر من زاوية أخرى.
إنه حماس لن تكون طرفا سياسيا جديا إلا إذا كانت ضمن الكل الفلسطيني وليس بديلة عن أي جزء من المكونات الفلسطينية. لذلك خليني أقول لك كمان ما الذي أحزنني. أنا قرأت خبر عن الندوة اللي بتحكي عنها هاي، إنه أحدهم من حماس قايل إنه فتح بدأت الثورة في سنة 65 وانتهت إلى تنسيق أمني ورصاصة خيانية. إيه بالحكاش هذا الكلام؟ هذا مش حتى في أجواء ملاحظة، غير ملاحظة تاريخ شعب هو مش عارف اللي حكى الكلام، إنه في عنا عشرات الألوف من الشهداء، هذول ما راحوش خسارة. والتنسيق الأمني اللي جاري الآن هذا مكرهون عليه الفلسطينيون، مش لأنهم راغبين في ذلك، لأنه هاي علاقات الدول. ليش مصر شو بتعمل مع إسرائيل؟ مصر الكبرى العظيمة، حماس إذا مش هي بتنسق أو إيش هي بتعمل تنسيق، في من يقوم بذلك نيابة عنها في وقف إطلاق نار، في بعض قضايا بسموها إنسانية عم بتصير. ما فيش داعي لإلغاء تاريخ بكامله مشان في مناكفة معينة أثبت وجهة نظر معينة. لذلك أنا بعتبر أنه واقع المصالحة ليس الندوة هذه، ولا ما قامت به وما قاله مندوب حماس فيها، ولا ما قاله غيره، يعني صحيح. ليس هذا هو الذي أودى المصالحة. بالأساس واقعها هش، وكنا إحنا نخدع الناس أنه نقول لهم قربنا وانتهينا وبكرة وبعده وخمسة وعشرين تحفظ بطل وظل مستحفظ، كل هذا كان غير دقيق. كانت لك مقالة أبو طارق قلت فيها أين الانتخابات مما اتفقتم عليه، مسألة الانتخابات رغم أنه في اجتماع السابق قبل اجتماع الأخير في القاهرة كانت قد وضعت سقوف زمنية لمعظم ملفات ولجان المصالحة الفلسطينية، فعليا لم يتم الالتزام بأي سقف من هذه الأسقف. مسألة الانتخابات هل هي حل ما نعانيه في الساحة الفلسطينية؟ وإن كانت كذلك هل تريد الفصائل الفلسطينية؟ دعني أبدأها بسؤال مفتوح قبل أن يعني أستفرد بكل طرف على حدة في رغبته وقدرته ونيته في خوض هذه الانتخابات. يعني هناك من يقول بأن حماس لا تريدها قبل أن تكون جزءا في منظمة التحرير الفلسطينية، بمعنى أن يعني بمبدأ المحاصصة أن تحصل على حصتها في المجلس الوطني للمنظمة، وقد يذهب البعد أبعد من ذلك في القول بأن حماس تريد رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية لأنها تريد شرعية، بذلك قبل أن تخوض الانتخابات. طيب يعني البيضة والجاجة، من سبق من؟ وبالنسبة للشارع الفلسطيني الانتخابات مطلب، ولكن كيف سيتحقق؟ شوفي هلا هذا موضوع أنا بعتبره هو المحك. هل هنالك بديش أقول مصالحة، وحدة وطنية أم لا؟ إذا ظلت مصير الشعب الفلسطيني مرهون بوشوشات ولقاءات على موائد غدا أو عشاء أو في أوتيل أو في كذا، هذا يعني أن الشعب الفلسطيني تراجع إلى الخلف كثيرا. الانتخابات ما معناها؟ الانتخابات معناها أن هذا الشعب هو الذي يقرر الاتجاه. ليش نحرمه من هذا الموضوع؟ ما احنا كنا نتباهى أنه احنا كنا عندنا ديمقراطية البنادق. لما كنا نعقد مجلس وطني ويبث على شاشات التلفزيون تخلو الشوارع والناس تتابع وتشاهد الديمقراطية الفلسطينية، واتحاداتنا بانتخابات، نقاباتنا بانتخابات، مجالس طلابنا بانتخابات، جالياتنا عند انتخابات، كل شيء كان بانتخابات. الآن هذا ما شاء الله لما روحنا على البلد وصرنا بين أهلنا بطلنا بدنا انتخابات. صار الانتخابات إذا بدنا نعملها لازم نعمل توافق، ولازم ولازم ولازم، مع أنه كل دول العالم ومجتمع العالم الموعد الانتخابات موعد مقدس، ممكن يتغير ولكن قبل وليس بعد. هذا يجب أن يكون واضح. الآن طالعين بحكاية، وأنا بعتقد أنه هذه أنا بنتقد فيها ناس كثيرين، جزء منهم موجود في قيادة حماس وربما تكون حماس أكثر توافقا في موقفها، وجزء موجود عندنا كأنه بدهمش انتخابات لذلك عم بيدوروا. مثلا لما تقول انه انا بقدرش اعمل انتخابات في الوطن فقط وللمجلس الوطني واتفادى الاردن ولبنان وسوريا حيث التجمع الرئيسي وامريكا، وهذا ما قتل له، طب هذا يعني انه في انتخابات حتصير ولكن يمكن بعد 10 سنين. طب هذا بدوش، اللي بقول هيك بدوش انتخابات، يجد مخرج انه والله احنا حريصين على اهلنا برا يصوتوا، ولكن خلينا احنا تظل الانقسام كما هو، والشعب صار هو ما عليه الا يتابع اخبار اللي بتحاوره وكل يوم ياكل صدمه
ولا الصدمة اللي بياخذها. طيب انا عندي اقتراح ان نخلص من هذا الموضوع. انا بالمناسبه يعني اؤيد المبدا القائل انه لا بنعمل انتخابات هون نعملها، مش بنضل ندور على ذرائع مشان ما نعملهاش. مره ذرائع مجيده انه بنقدرش نعمل انتخابات بتكرر. طيب ما الاقتراح؟ نعمل انتخابات هون رئاسيه تشريعيه. اما نضع صندوق للمنظمه وندخل قوائم للمنظمة، وهذا نحن متحكمين في بلدنا ونستطيع أن نفعل ذلك. أو أنه بنعتبر الذين فازوا وعددهم حيكون في التشريع 132 على ما أعتقد، أنهم هذولا ممثلين هذا في المجلس الوطني إلى أن تتاح انتخابات في الخارج بنعملها. إذا لم تتاح بصير تكميل لأعضاء المجلس كما كان يحدث على مدى 60 سنة، مش معنى المرة يعني، وبصير مجلسنا الوطني قد اكتمل نصه منتخب ونص متوافق عليه إلى حين إجراء انتخابات. طب كيف تنظر؟ ونخلص من هذا القصة. معك حق. طب كيف تنظر إلى موقف الجهاد الإسلامي مثلا من هاي القضية، اللي بيقول لك أنا ما بدي أشارك في انتخابات تحت مظلة أوسلو مثلا، أنا بدي أشارك بالمجلس الوطني لمنظمة التحرير. طب ما هي مش منظمة التحرير هي اللي وقعت أوسلو؟ هلا في التباسات معينة موجودة في الوعي السياسي الفلسطيني. أولا الجهاد ناس صادقين مع أنفسهم، خلينا نحط نقاط على الحروف، هم هيك، هم هاي وجهة نظرهم، مش قصة أوسلو عدم أوسلو، عندهم منهج كامل متكامل في موضوع كيف نتعامل مع إسرائيل وكيف نتعامل مع الولايات المتحدة وما هي التحالفات التي يجب أن تتم. معلش يعني لازم نلتمس دائما للحسنيني عذرا. إذا كانوا باستطاعتهم أن يشاركوا في انتخابات المجلس الوطني، إذا كانت انتخابات للمجلس الوطني صندوق في الوطن، روح صوتوا فيه، بس ما يحطوش أوراقهم في كذا أو ده وبلاش. بعدين في الآخر بيحبوا يتمثلوا، والله هدول فصيل بخش زي غيره. يعني في قضايا إذا قررنا أن نحلها تحل، أما إذا قررنا أن نتمترس وراء المعقبات لتبرير عدم الوصول إلى حلول، فحتلاقي في الساحة الفلسطينية كل يوم 100 عقبة. سؤال أخير، أنا دركني الوقت، ولكن أبو طارق، هل القادم أسود على القضية الفلسطينية، أم أنك ترى بارقة أمل فيما يجري على الصعيد الدولي، يعني دور الولايات المتحدة خلينا نكون والأوروبي أيضا والداخلي الفلسطيني؟ لا مش أسود أبدا. أنا قد أكون غير راضي عن كثير من السياسات والمواقف، لكن أنا متأكد أن الوضع الفلسطيني يتقدم إلى الأمام زي عقرب الساعات، بتقدم بس ما بنشوفوش أنه يتقدم، بمعنى أنه لا، في تعثرات كبيرة عم بتطرب مشروع السلام بتعترضوا، في الأزمة المالية أثرت على نفوس الناس ولكن عم تتفكك إذا كنت تلاحظين ذلك. بكرة عندما يفتح ملف السياسة على مستوى دولي كبير من قبل العالم كله، يحق للشعب الفلسطيني أن يتبع الفرصة. وهون أنا بقول المستقبل ليس أسود، لم يكن أسود حين كان الإغلاق مطلق، ولن يكون أسود حين تبدأ بعض النوافذ بالظهور. على المستوى الداخلي؟ على المستوى الداخلي والله ما نعرف، يعني بدي أقول لك أنه دائما كل الأمور تدعونا إلى ترتيب أوضاع فتح ومش ضاغطين بهذا الاتجاه، ترتيب الوحدة الوطنية ومش ضاغطين بهذا الاتجاه. يبدو أنه سيجري تجاوز كل هذا باتجاه صيغة سياسية يطرح العالم يا فلسطيني، إذا تقبلتوها كان بها، ما قبلتوهاش استنوا لكم كمان 100 سنة ليبدأ يفتح الملف مرة أخرى. الوضع الداخلي هو ركيزة الوضع السياسي. إذا ظل صعب حيكون وضعنا صعب حتى ونحن على مائدة المفاوضات إن ذهبنا إليها، وحتى لن نذهب إلى حل سيكون أيضا قدامنا مترددة الأرض اللي واقفين عليها رخوة، وهذا ما يحتاج إلى تصليب واهتمام كبير بترتيب الوضع الداخلي فتحويا وفلسطينيا بشكل عام. والضغط الشعبي أساس في هذه المسألة. الحراك الشعبي أذكى من الحراك القيادي، لأنه يختار أوقات ليقدم ما لديه. أنت ملاحظة بيجي صحيح. في الوقت المناسب. ولكن الشيء الواحد اللي أنا بحذر منه، لا نريد أن نعطي ذرائع أي أن الانتفاضة أو المقاومة يجب أن تظل سلمية سلمية سلمية، لأن العالم كله سيقف معنا في هذا الاتجاه، أو لو أطلقنا طلقة واحدة سيقدمنا إسرائيل أن هناك جبهتين وحرب بين طرفين وسيوسع تنكيل تحت هذا العنوان. لذلك يجب أن نمضي قدما في حراك شعبي مدروس يرافق عمل سياسي مدروس لكي نصل إلى
النتيجة المرجوة هي قيام دولتنا المستقلة بإذن الله. شكرا لك الأخ نبيل عمر، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على هذه الإطلالة. شكرا لك. شكرا أميرة. شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث، دائما للحديث بقية. أراكم بالغد. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل. تفضلوا إلى الزاوية الكاريكاتيرية التي نختارها دائما لكم من الصحف المحلية والعربية. دمتم بخير وإلى اللقاء.